نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة قنا حيث تم تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بالتأمين الصحي للتسهيل على المرضى داخل المحافظة. في البحيرة تم الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية في نطاق محافظة البحيرة. كمان في المنيا تم توقيع الكشف على 1954 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفت اللبن، وفي شمال سيناء تم وضع سواتر رملية وتهيئة الطرق لمواجهة السيول. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بالمحافظة بعيادة سيدي عبد الرحمن للتأمين الصحي بمدينة قنا، وده بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين اللي كانوا بيتكبدوا عناء السفر لمحافظات بعيدة للعرض على اللجنة المختصة بأسيوط والانتظار لأيام للحصول على القرارات. في البحيرة أكدت مديرية الزراعة أنه تم الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية بنطاق المحافظة، وبيتم المرور الدوري على الزراعات في وجود المزارعين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها للوصول لأعلى إنتاجية مع وجود مهندسي المكافحة بين المزارعين. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كيلومتر وبتكلفة 10 مليون جنيه بمدينة الزقازيق، وده باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق وبلبيس، ودي لخطة الوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين. في البحر الأحمر كشف مركز عمليات المحافظة عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة الجوهرة شمال مدينة الغردقة لمدة 5 ساعات لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وده غداً السبت من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساءً لعمل الصيانة الدورية. في المنيا أعلنت المحافظة عن توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفت اللبن التابعة لمركز المنيا مع تقديم العلاج بالمجان، وده ضمن مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم. في مطروح شهدت المحافظة وضع حجر أساس تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب بمنطقة جبل الدكرور بسيوة، وبتعمل المحطة بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم بتكلفة نحو 35 مليون جنيه لتغطي خدمة نحو 66% من سيوة، وبيستغرق إنشائها 3 شهور حتى نهاية شهر إبريل القادم، وده بهدف تنقية المياه ووصولها بنسب صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي. في شمال سيناء عملت الإدارات الهندسية بمجالس المدن على تمهيد الطرق وتهيئتها أمام قدوم السيل خوفاً من جريانه باتجاه التجمعات السكنية والبيوت والطرق العامة، وتم وضع سواتر رملية بالطرق القريبة من جبل الحلال والمنحنيات الصخرية والهضاب والحمادات بالمناطق الصخرية اللي بتشهد جريان السيل.